بسجل الفتوش أكثر من ملف يستحق المحاسبة القضائية، كسرات معمل إسمنت، استثمار غير قانوني لمغارة جعيدتا، تعدي على مواطنين وموظفين، اقتحام بلديات وتهرب من دفع الضرائب. وإذا كان فتوش محمي من قبل النافذين في حقبة ماضية، فمن يحميه اليوم؟ بنشوف هالتقرير. كسارات الفتوش، عنوان ارتبط باسم الوزير السابق للسياحة نقولها فتوش وشقيقه بيير. هالكسارات واجهت من سنة 94 عند نيل فتوش رخصة مشبوهة، رفض شعبي وبيئي واسع من أهالي عندارة المتضررة صحتهم وأراضيهم من التلوث. ابن زحلي أنشأ مرامل وكسارات بعندارة بزمن الوصاية السورية، ومن أدار 2015 عم بحاول إقامة معمل للإسمنت بالمنطقة نفسها بعد ما فشل بإقامة هالمصنع بمدينته بسبب رفض الأهالي. فتوش حصل على ترخيص من وزير الصناعة حسين الحاج حسن، لكن بلدية عندارة مش موافقة، فكان اندخل بيير فتوش مع عناصر مسلحة لبلدية عندارة ب 18 أيار بمحاولة ضغط على هالبلدية. صراع عندارة فتوش بيتعدى المرامل والكسارات وحتى إنشاء المعمل، ففتوش بيملك قرابة 16 عقار بالبلدة، من العقار 4314 اللي خاض فتوش إشكالات واسعة عليه مع البلدية. فبحسب بعض أبناء البلدة إن وثيقة العلم والخبر صادرة عن مختار البلدة بتختلف عن مسند الخبير العقاري اللي رجع لإله القضاء يوم حكم لصالح فتوش بزيادة مساحات واسعة من المشاعات وضم لعقاره. 200 مليون دولار تعويضات خيالية طلبها فتوش بعد إخفال كساراته لفترة بحكم قضاء استطاع كسره بحكم الأمر الواقع، وهون انكشفت أوراق أرباحه الخيالية اللي ما كان عم يدفع عنها ضرائب. من عندارة تمدد نفوذ فتوش إلى شعيطة، وأيضاً بزمن انتهاك القوانين أعطى وزير السياحة نقول فتوش نفسه بحجة شركة بيملكها من تحت الطاولة اسمها مباس حق استثمار مغارة شعيطة على مدى سنوات طويلة عم تتجدد بسلطة المال بعقد رضائي غير قانوني. إذا ما ضل لبنان أخضر كيف بدنا نعمل فتوش؟ كلام للنائب وليد جملاط اللي أعلن تضامنه مع أهالي عندارة والبيئة بوجه أي نوع من المخالفات. هالأهالي خاضوا نزاع قضائي طال المختار وصولا لرئيس البلدية مع فتوش لادعى على أكثر من 20 شخص منهم بدعاوى قطح وذم، بس لأنهم رفضوا بالشارع أو بالإعلام معمل الإسمنت أو معمل الموت كما بيسموه. مجددا، القضاء اللبناني امام امتحان ايهما افظع، تشويه البيئه، تسبب بامراض سرطانيه، مخالفه القوانين، سرقه المال العام او القدح والذم. معنا بهالفقره عضو هيئه المبادره المدنيه بعندارة عبد الله حديد، اهلا وسهلا فيك. صار بدها مبادره مدنيه للتصدي لكل اللي عم بيصير بعندارة. حضرتك يعني تم الادعاء عليك، زرت مخفر المديرج، بعدين مفرز القضائية ببعبدة، وكنت عم تقلي تحت الهواء انه رح يتم الادعاء علينا بعد هيدي الحلقة. ليش؟ مساء الخير اول شيء. مساء النور، اهلا وسهلا فيك. انا بحيي اهلي بعندارة وبحيي جمهور المستمعين. مدام غدا، انا يعني عضو بهيئة المبادرة المدنية، نحن فعلا يعني متواجدين بعندارة قبل موضوع معمل الإسمنت. نحن مجموعة مهنيين وأصحاب شركات ومهندسين وبيئيين، نشاطنا مش من اليوم. نعم. وعندنا رؤية اقتصادية لعندارة ورؤية تنموية. للأسف يعني إجا موضوع الكسارات أساسا وتواجدها بمنطقة عندارة، ثم موضوع المرامل، ثم موضوع سد عندارة الشهير. بس ما قدرتوا، هلا اذا حدا عم يسمعنا يمكن يسال انه ما قدرتوا حققتوا شيء لا بموضوع الكسارات ولا موضوع المرامل ولا بموضوع المشاعات. كلنا تابعنا معكم هذا الموضوع، وانا تابعته معكم. حتى مشاعات يعني سرقه اراضي للملك العام اللي فتحت وكان في خرائط واثبتت، ما قدرتوا حققتوا شيء. يلا هلا ان شاء الله هلا انه لا، ما فينا نقول ما حققنا شيء. يعني موضوع السد انتهى نتيجه راينا ونتيجه نضالاتنا بهذا الموضوع. المرامل يعني للاسف صار يعني في عمليه، يعني انتوا عم تتواجهوا حوت مال، حوت سلطه. مش اللوم عليكم، ولكن هل انتوا انه اليوم عندكم نفس الشعور انه ممكن انه ما تقدروا؟ لا، فينا نقول انه كلنا امل انه مثل ما نضلنا بالسابق
مثلا لاقفال المرامي اللي صحرت غابات الصنوبر بعين دارة، ورغم الاضرار يمكن اللي لا عوده عنها يلي اقفلت المرامل بس كليا. املنا نشجر ايه وقفت المرامل كليا كليا، مش بالليل يعني بيشتغلوا بالنهار، بالليل بيشتغلوا بالنهار والله يعني مش قادرين نكون يعني بالمرصاد. نعم. ولا نعم. عندنا امكانيات نشوف المرمله. نعم. الصغيره بس الكمية الكبرى من المرامل أوقفت. سؤال تفضل. إيه عم أقول إنه عنا رؤيتنا التنموية، المشكل إنه اللي مطروح على عين دارة اليوم هو غياب سيادة القانون اللبناني عن جبل عين دارة. يعني بسنة ابتداء من سنة 94 خلقت مناطق استثناء بجبل عين دارة. إذا فينا نشوف الخرائط على الشاشة رح تبين هلا تقنيا وجغرافيا، رح نشوف على الشاشة خرائط. نعم. نعم نعم يلي شايفينه هون هو. نعم. حدود محمية أرز الشوف بطرفها. نعم. الشمالي. نعم. عندك الكور زون بمعنى المنطقة الأساس، منطقة الحماية الأساس. نعم. وفي شيء اسمه بافر زون. نعم. هو بالبداية كانت مناطق استثناء عقاري. نعم. يعني هيدي العقارات خاصة أو مشاعات يعني كانت مستثناء من منطقة الحماية الأساسية، بس دون أن يعني ذلك أنه قانون المحمية لا يطبق عليها. تحولت. نعم. مع الوقت، معك خبر يعني وضع جبل عين دارة. نعم. عين دارة يمكن القرية الوحيدة اللي وارد اسمها باتفاق الطائف. نعم. أنه هي منطقة تمركز للقوات السورية قبل انسحابها. نعم. من لبنان، وكانت منطقة فعلا يعني إلى حد كبير يعني خارج السيادة وخارج سيادة القانون اللبناني. سنة 96 نشأت محمية أرز الشوف. وهالمناطق الاستثناء. نعم. تحولت بعجيبة ما. نعم. يعني طابقت مناطق الاستثناء مع المناطق اللي فيها الكسرات. إذا فينا نشوف تطور. طيب. يعني هون أنا عم بفهم منك مثل ما كنا نحكي سابقاً أنه في يعني في توسع بالأرض الملك الخاص وشمل الملك الخاص بالملك العام. خلينا نكون هيك اكثر صراحه. إيه طبعاً. يعني هلا بنشوف مثلا انه في ضم مشاعات ما كان لازم تنضم. خلينا نقولها بصريح العباره، ضمت. نعم. مشاعات بقرار قاضي. نعم. عقاري ما كان لازم في تنضم. في تساؤلات كبرى حول هذا الموضوع. بمعنى اخر اذا فينا نقدم بالخرائط شوي. نعم. في خارطه ببين عليها لنقول المستويات، خرائط المستويات. نعم. تبع. نعم. تبع الجيش اللبناني طبقت هنا. بنشوف انه في قمم جبال ازيلت. بطلت موجوده. اذا فينا بعد نقدم شوي اعملوا معروف بنقرب شوي بالصوره ازيلت بعد. فينا نقرب بعد شوي. هون عم نشوف عمليه القضم. نعم. التدريجيه بعد شوي. هودي خلينا نوقف هون المناطق. نعم. اللي بالأزرق يلي. نعم. شايفينها اليوم ضمن الكسرات هيدي قمم جبال. يعني عندك مناطق داخل هالمناطق بالأزرق هي 1750 متر 1700 متر، هيدي قمم جبال. المعروف تقليديا أنه قمة جبل لا يمكن أن تكون ملك خاص، لانه هيدي قمه جبل صخريه وهيدي قمه جبل ما حدا. طب هيدا منه ملف قضائي اليوم؟ لازم منه ملف قضائي انه اليوم لاعاده الامور الى نصابها؟ مش هو. طيب. وحده. انا عم اقول لك النشاطات كلها يلي بجبل عين دارة اليوم بتتطلب. طيب. رعايه قضائيه. كل الاحوال بعلمه خبر في حق الرد للجميع. اتصل فينا للحقيقه تنكون صريحين، اتصل فينا نبيل حداد بدايه اللي هو مستثمر مغاره جعيدة، وطلب يكون له حق الرد والدفاع عن السيد بيير فتوش. هون تم الاستغراب انه ليش نبيل حداد. استغراب ومش استغراب، يعني معروف انه نبيل حداد هو مستثمر مغاره جعيدة ووراءه بيير فتوش. رجع اليوم هلا بدل الاتصال من نبيل حديد لشفيق حبيب، بس بكل الاحوال مثل ما قلنا حق الرد للجميع. مساء الخير استاذ شفيق حبيب مدير مكتب السيد بيير فتوش. مساء الخير. مساء الخير. تفضل. بحييك ست غادة وبحيي ضيفك الكريم. اهلا وسهلا فيك. ويعني معلي للاسف بس رح اقولها انه حضرتكم مثل ما قال السيد المسيح وكانه على لسه خرجتم. يعني شو يعني؟ يعني ضيوف كلهم منين عم تستقي المعلومات اول شيء؟ كلها من الضيوف اللي هي خصمي. ما تركته من الولد للكبير، حتى حضرتك قلتي كنت بتمنى مشاركه الاحزاب اللي رايها ملتبس. ما كنت حضرتك بتتمني انه يكون في حدا من الراي الاخر؟ بس الراي الاخر النواب ما قبلوا يكونوا ضيوف عندنا.
نعم. لا انا ما عم دافع عن الراي الملتبس، عم دافع عن الراي اللي هو مع المعمل، اللي هن راي اصحاب المعمل، ما لهم حق اذا كانوا عن جد مجرمين الا يسمع صوتهم. بكل الاحوال نحن اللي عم نحكي ما عم نحكي من الفراغ، نحن عم نحكي في وثائق، في مستندات، في تقارير، في راي عام، في معلش استاذ شرف تسمحي لي يعني عمليا رح اقول لك كل كلمه حضرتكم حكيتوها في عليها رد وعليها رد بالوثائق، فكان بيسوى يكون في حدا من قبل مكتب سيد بير فتوش ويجاوب على هالاشياء. فيكم تبعتوا رد بكل كلمه على كل كلمه بتنكتب على الحلقه ونحن مستعدين بالحلقه المقبله. انا حق الرد بس رد على كم شغله باختصار بسرعه لو سمحت بسرعه. اول شيء بالنسبه للقدح والزام، من حين اللي عم بتشكوا على قصه قدح والزام على بس على الفيسبوك وعلى المواقع اللي عم بيصير فيها تحريض، عم توصل لحد التحريض لتصفيه بيير فتوش جسديا. اي منا قدح وزام. هلا النائب فادي الهبر كيف منين له حق يطلع يقول انه بيت فتوش مافيا؟ هذا منه قدح وزام. استاذ عبد الله انت ناوي تصفي لبيير فتوش؟ يعني شو بيضحك؟ ما بعرف يعني شو بيضحك، يعني مهزلي صرنا. نعم. مهزلي. نعم. بتتغاضى اذا بتعملي معروف، بس تسمحي لي بدقيقتين وبقطع الخط. اللي بيكتب جمله على الفيسبوك لانه مقهور على ضيعته، مثل اللي بيهجم على مبنى بلديه وبيشتم وبيضرب ما هجم. الكاميرات مصوره وما هجم، بس اذا بتعملي معروف بتعملي معروف تعطيني حق الرد اذا بتعملي معروف. عم تحكي تفضل. وحتى عم بتوجه لحضرتك، حضرتك عم تحكي عن السيد بير فتوش بتقولي عنه حوت مال وحوت سلطه، يعني ما انت عم تقول انت هلا عم تقول اللي عم تقولي حوت مال. نحن عم نقول حيتان المال اللي ما بيشبعوا من المصالح، بس انت عم بتسمي. حضرتك بلشتي الحديث بالسياسي وقلتي اللي مين دعموا المعارضه على هالمشروع واعتبرتيها سياسيه، ليش ما او بالاحرى مين اللي عطوه بالنسبه لحزب الله عطوه ترخيص اعتبرتيها سياسيا، ليش ما بتعتبري المعارضه هي سياسيه؟ ومنبلش اول شغله بالنسبه لحزب القوات اللبنانيه، الدكتور جعجع شو بيعرف عن المشروع كله؟ بالنسبه لحزب الكتائب وعم بيطلع، بس هلا انت عم تحكي سياسي، قلت انه بدك ترد تقني. انا عم بالعكس انا عم بحكيكي فنيا. السيد فادي الهابر، نحن بنسال حزب الكتائب لما كان الشيخ سامي جميل بده يجيب لنا زباله لبنان كلها يجيبها على جبال البقاع هون وتمرق كلها على طريق ظهر البيدر وكلها تصير عندنا، هاي بيكون هو حريقة. بس عم تحكي بمواقف منا يعني خبرني اذا هالمعمل مزبوط ما بيأذي، عندك دراسه بتقول انه هالمعمل ما بيأذي؟ اكيد المعمل ما بيأذي. ليش؟ وانا بستغرب لما كان في حد قدره الخبير الفني ما راح عن بالي اسمه بيقول لك استاذ بدر بيقول لك انه الارض منا مناسبه للمعمل، ليش هن اصحاب المعمل طيب. اذا هي الارض منا مناسبه بناسبني عمرو معمل يتكلف. خليك معنا شفيق، خليك معنا على الخط، تفضل. شو بترد عليه استاذ؟ خليك معنا. معي. مش عارف عن شو بدي يعني تحديدا، خلينا نحكي عن الارض اذا مناسبه او نعم. او لا للمعمل. على كل في خارطه اذا بتريدوا خلينا نرجع نبين موقع المعمل. هيدا الموقع اساسا هو ملاصق تماما لمحمية أرز الشوف. ومحمية أرز الشوف هيدي حدودها بالأحمر. نعم. بعد في خارطة بتبين موقع المعمل. إذا الموقع غير ملائم لمعمل من هيدا النوع. اثنين، الشركة الطالبة للترخيص غير مؤهلة قانونا لتطلبه. طيب الجو على الفيسبوك مثل ما عم بيعترض انه هل هو مزبوط تحريض ويعني هيك؟ لا والله بتعرفي يعني اخلاق عندارة، يعني منا اخلاق تحريض، ما عنا اجواء متشنجة، نحن عم نعطي رأينا العلمي بالموضوع، عم نقول انه مسار الترخيص تشوبه الصغرات القانونية الكبرى. ما انا تفاجأت يعني يعني الموقع غلط، الشركة غير مؤهلة قانونا لانه شركة تستثمر مع اسمح لي ما قطعتك اسمح لي عفوا الشركة غير مؤهلة قانونا لانه الشركة بتستثمر معامل وكسرات وتطلب معامل وكسرات جديدة، لكن مرسوم تنظيم المعامل والكسرات يمنع اي شركة لم تلتزم به ان تطلب تراخيص جديدة. ثلاثة، هيدا معمل موجود على ثلاث أحواض مائية، نهر الليطاني ونهر الدامور ونهر بيروت، وهو إنتاج الإسمنت بحد ذاته إن شاء الله يكون بألمانيا ملوث بطبيعته، وعندك غبار ما بتشيله فلاتر، ثاني أكسيد الكبريت H2SO3 بيعمل أمطار حمضية على بعد 3 كيلومتر من أرض الشوف. وعم نحكي علم علم بيردوا علينا بدعاوي، بيردوا علينا أنه قدح وزم، ما عم نقدح بحدا ولا عم نزم بحدا، بس اسمعونا شوي، نحن عم نطلب محاورتكم وبأكثر من مناسبة
أكثر من برنامج تلفزيوني، ما بتطلعوا بتحاورونا، ترفعوا علينا دعاوى. هيدا المعمل مسار الترخيص فيه غير قانوني، لأنه لم يؤخذ رأي المحيط في استطلاع لرأي المحيط، لم يؤخذ بعين الاعتبار. لا عندارة أخذ رأيه، لا أبدالياس أخذ رأيه، لا محمية أرز الشوف أخذ رأيه، لا وزارة الصحة أخذ رأيه. ترجعوا بتقولوا أنه هذا ما له أثر بيئي؟ مش عم نحكي عن فرن، نحن مش عم نحكي عن فرن اسمان، منا بنت ساعتها القضية، نحن عم نحكي بشيء أخطر وأخطر. عم نحكي بأراضي تحولت من ملك عام لملك خاص، عم نحكي بمشاعات بينا الخرائطة هلأ تحولت لملك خاص، يعني عم نحكي عن انتهاكات بكل المعايير، ما عم نحكي عن كلمتين على الفيسبوك. إذا بتعملي معروف بس لحتى ما نضيع الموضوع. بالنسبة لأول شغلة، في شغلتين وردوا بالبرنامج اللي هن المشاعات، وبالنسبة للتعويض اللي طلع لبيت فتوش كمان، هذا شيء قضائي طويل عريض. ما التعويض اللي خلي منيح، انت انت جبت سيرة، انت جبت سيرة تعويض. خلينا نوضح للناس تفهم علينا، قضائية وهن لهم حق، لهم ملء الحق انه كمان يستعملوا. مع احترامنا للجميع، اكيد الفتوش ما اخذوا تعويضاتهم، لانه ما اخذوا لانهم على فترة شغلهم الماضية، سنوات ماضية، ما كانوا عم يدفعوا ضرائب للدولة. وهن لما نصرحوا انه هن وقت اقفلوا هالفترة اللي اقفلوا فيها انه بحق لهم بضرائب، هيدا شيء كشفهم انه ما كانوا عم يدفعوا بتعويضات. يعني الشركة عم بتقول عم تخسر، نعم. فيمكن الدولة عملت لها جميلة اذا اقفلتها. استاذ عبد الله، استاذ عبد الله، نعم. معلش اذا بتريد، انا نحن حريصين على اهل عندارة مثل ما حريصين على اهل زحلي. قصة الضرائب هاي قضية قضائية بين بيت فتوش، نعم. وبين الدولة، لا تمس، نعم. كيف ما بتمت، ما هي متعلقة، نعم. بالكسرات، نعم. يا أستاذ شفيق، نعم. أرباح شركة الفتوش من جبل عندارة، فنحن معنيين. وبدي أقول لك شغلة، أنه اللي قدر كمية التعويضات عنده مشكلة، لأنه قدر كمية التعويضات حسب قدرتكم على الإنتاج، ما سأل حاله إذا بحق لكم الإنتاج. بمعنى آخر، مش لأنه معكم رخصة، هيدي الرخصة بتسمح لكم توصلوا بالعمق لأستراليا، وبتسمح لكم ما تجللوا، وبتسمح لكم ما تأهلوا المواقع. يعني عم بيقول أنه هيدي القدرة التدميرية، بمعنى آخر قدرة الإنتاج، وتدميرية مش كلمة أخلاقية، تدميرية يعني أنت عم بتدمر جبل وتعملوا بحص. سيد شفيق، لو سمحت، اللي قدر التعويضات عم يعطيكم تعويضات عن نشاط غير مسموح به. نحن عم نحكي عن كل الكسرات يا سيد شفيق. أنا بطلب منك 60 ثانية مش أكثر، بس كون أنا عم بحكيهم وبترجع بتحكوا البتكونية، يعني على القليل اعطونا 60 ثانية بسرعة لو سمحت. أنا اللي عم بحكي، أوكي 60 ثانية، أنا اللي عم بحكي إنه أول شيء أنا هلأ طالع عم برد على الأمور الفنية والأمور البيئية. الأمور الفنية والبيئية المعمل فيه دراسة بيئية مش بس بلبنان، بألمانيا. ثاني شيء، نحن بنربق بخبير عم بيقول إنه الغبرة مش كلها بتتفلتر، هاي المعامل في منها بألمانيا بين البيوت، وهاي المعامل الغازات لا تفلتر. ثاني شيء، ليش معناتها ما زال هيك؟ ليش ما بيقولوا؟ ما شفنا حضرتك حكيتي ولا كلمة عن سبلين. لا رح نحكي عن شكة هلا وعن ليش ما بتنزلوا تناضلوا على سبلين؟ وين مصداقيتكم بالحكي عن سبلين؟ انتوا اللي عم تستثمروا كسارات ملوثة وعم تستثمروها بهالشكل اللابيئي، ليش ما بتنزلوا تناضلوا على سبلين؟ لو سمحت مش قضية مزايدات يا سيد شفيق. يعني شو وقفت علي؟ هذا منطقكم؟ إذا بتحب تضيف أي شيء فيك تبعت رد خطي. شكرا لاتصالك. ما حدا بزايد على برنامج علم وخبر. بنحكي عن سبلين، بنحكي عن شكة، هلا رح نتوقف عن شكة. اللي بدي اقوله انه اللي عم نحكي عنه نحن اكبر بكتير من الرد اللي عم بتردوه. بكل الاحوال اي رد بالحلقة المقبلة ممكن انه نرجع نضيفه. انا بدي اشكرك كمان استاذ عبد الله. انا بشكرك على استقبالك. بدي اضيف شغلة وحدة، يعني عم ينحكى عن دراسة اثر بيئي. الموضوع مش موضوع فرن اسمنت، موضوع عملية انتاج متكاملة ملوثة. طيب أنا بدي أشكرك على حضورك بهذه الفقرة، ولكن رح أطلب منك أنه تبقى معنا. رح نشوف ريبورتاج هلأ عن شكة وبنرجع منكفي حديثنا بالموضوع. بكل سرور، شكرا. هيدا الخضار اللي عم نشوفه هو المتبقي من منطقة شكة من بعد ما كانت منطقة زراعية كبيرة مليئة بالشجر والمساحات الخضراء. فريق عمل علم وخبر وصل على المنطقة
لا يعرف شو السبب يلي خليها تتسمى بشكة المنكوبة، وهون كانت الكارثة. ثلاث شركات تحتكر صناعة الإسمنت وبيعه بلبنان، وهي هولسم التراب الوطنية، السبع وتراب تسبلين، رئيس مجلس إدارتها النائب وليد جنبلاط. ولابد من الإشارة إلى أنه أبرز المساهمين بهولسم لبنان السويسرية مثلا هني شركة سيمنت هولدينج اللبنانية، وشركة هولسبل البلجيكية، وبنك مصر لبنان، والبطريركية المارونية، مما يعني أنه البطريركية هي شريكة بإلحاق هيدا الضرر بمنطقة شكا. دمار وحجارة غبرة ودخان كله ناجم عن شركة هولسم يلي تأسست من 75 سنة، ومصانع هالشركة بتشتغل شغلة الساعة 12:30 الظهر أكتر شيء، بتفجر هالجبال لتنتج منها الكلس والجفصين. بس الأضرار ما بتخلص هون، لأنه التراب البيضة والدخان وغيرها عم بتفوت عروية سكان المنطقة وتسبب لهم أمراض ربو، سرطان، وصولا لحالات وفاة. هولسم والشركة التراب الوطنية كلها أمراض، وكل يوم في وفيتين ثلاثة بشكة من أمراض السرطان. السرطان اتصال على كفرية، اتصال على بنيل، اتصال على فيع، اتصال على أنفي، كله بس تسكير أمراض. ما بتلاقي وفية اثنين ثلاثة كلها شباب من الأمراض السرطانية. نحن بشكة ابن خالي توفى بعدنا عنكم من وراء هالبوليسيون هيدي كلها. لا السنة الماضية خيو والقبل وعطول عطول في وفيات كله من وراء هالمعامل كلها. كانسير لكن يا بالبومو يا بالش عرفني عطول كانسير من وراء هالاشياء هيدي. أنا جدي توفى من سنتين، كان عنده تليف بالرواية وتوفى من وراء الإنترنت ومن وراء غبرة الشركات ومن وراء التلوث الموجود عندنا بشكة. أكيد هلأ المصانع مثل ما منعرف هي كتير كبيرة وأصحابها كتير واصلين، يمكن مش قادرين نسكرهم لأنه هني دولة تانية بحد ذاتها، بس فينا نفرض عليهم كتير قصص ممكن تحمينا من هالغبار وهذا السموم اللي عم تطلع مثل بكل دول العالم. كملنا مشوارنا وصولا لأكتر شركة كانت السبب بوصول حالات الوفاة للأربعمائة شخص، وشغلة ما بيقتصر على الترابي لبل بالبتروكوك، هالمادة اللي بتحرق البترول. وهالشركة هي شركة التراب الوطنية المعروفة بترابة السبع لصاحبها بيير جوزيف دوميت، والشركة تأسست من حوالي 50 سنة. اجت منظمة الصحة العالمية وأصدرت قرار بلغته للبلدية وبلغته للشركة انه بوجوب تسكيره قدر الامكان ردءا للمخاطر يلي عم تسبب للناس. ما حدا التزم فيها، للبلدية ردت ولا ايدك. انا بدعي من جديد هلأ من خلالكم البلدية مهما كان الامر شو ما صار، بيدفع مصاري ما بيدفع مصاري شركة السبع، تتغطى تشيل الضرر عن الناس هالبتروكوك المسرطن هذا. الجدير ذكره انه هالشركة عم تشتري اراضي من سكان المنطقة وجوارها، وعم تستأجر جبال من البلديات بحجة تحويلهم لمحميات بيئية. يعني بدل ما نحد من الاضرار والوفيات، بالعكس عم نساعد على ازديادها بدعم هالشركات والمصانع عحساب صحة المواطن، ومن دون لا حسيب ولا رقيب. بدي أشكر ملاك قطيش على التقرير اللي أعدته. معنا باتصال رئيس بلدية شكا فرجلة الكفوري، بس قبل بدي أقول له لشفيق حبيب أنه نقلنا من تميز على نقلنا من عين دارة لشكا، ولكن نحن كنا مقررين أننا ننقل. مساء الخير سيد فرجلة. أستاذ فرجلة مساء الخير. مساء الخير لأليك. حضرتك رئيس بلدية شكا من فترة طويلة، مثل ما صار بعين دارة ومثل ما بيصير بكتير مناطق، البلديات أوقات بيكونوا معارضين ولكن ما بيقدروا يحققوا أي إنجازات. ليش شكا وصلت للمطرح اللي وصلت له برأيك؟ عم تسمعنا؟ أيوة عم بسمعك. لو سمحت وطي صوت التلفزيون من حدك. تفضل. أول شيء بالتقرير اللي بلشتوا فيه شكة بلدي منكوبة برفض كليا هالحديث. ليش رئيس؟ يعني كان بتمنى اليوم يكون في تلفزيون يصور هواة البحر، كان بيتجاوزوا 15 ألف إنسان بشكة.
نعم. إنما بالنسبة لشركات شكة التقرير اللي شفناه كله صح وكله مظبوط، وفي معنى العمل التقرير 100% الحق. الشركات ما عم تتجاوب أبدا. نعم. عنا عدة مطالب عم يضربوا مطالبنا بالحائط. شو هي مطالبكم رئيس؟ شو هي؟ عنا 14 مطلب قدمناهم لكل الوزارات ولصاحب الشركة اللي هي الوطنية. نعم. ما عم بيجاوبوا أبدا. حتى مبارح من يومين كنا قاطعين الطريق بسوق شكة لأن أحد المطالب أنهم يطلعوا على الأوتوستراد من بعد عذاب كذا سنة عملت لهم مرسوم فيطلعوا على الأوتوستراد. نعم. خلصنا المرسوم من 2005 ما تأيدوا ولا نفذوا أي شيء. نحن عنا 14 مطلب ما تنفذ ولا مطلب لحد هاللحظة. إنما في شغلة بحب ألفت لك نظر لإلا وهي إنه بين المطالب نتمنى على الدولة. شو هي المطالب سيد فرجلة؟ بس لو بتختصر لنا يعني هي المطالب لمين؟ للمواطنين ضد مين؟ يعني بس شوي وضح لنا الصورة. شو هي المطالب؟ لا. نحن كبلدية نحن نعم عم بيقطش الخط مع لا سيد. أوكي نعم. نحن كبلدية مطالبنا مطالب أهالي الضيعة والجوار. نحن مطالبنا المقلع، مطالبنا يغطوا البيتروكوك، هنجار الكرينكر، فلاتر باك فلتر. طيب ليش برأيك الشركات مش عم ليش برأيك الشركات مش عم بنفذوا هيدي المطالب؟ يعني هل بينقصن أموال؟ يعني ما هن أرباحهم هن أقوى منا. وين رحتوا بمطالبكم؟ يعني مين اللي ما عم بتجاوب معكم من المسؤولين؟ هل رحتوا على القضاء؟ هل فقط يعني عند وزارة الداخلية؟ وين؟ مثلا بالماضي عملنا 52 ضبط. نعم. حكموا لنا ضبطين، كل ضبط بمليون. باردون. نعم. المرة الماضية عملنا 52 ضبط. نعم. مع وقت معين. نعم. الحكم لقلنا ضبطين، كل ضبط بمليون ومئتين ألف ليرة. نحن ما بدنا مصاري إنما وف. بالاستئناف مليون ومئتين ألف ليرة. يعني تعويض عن شو هو؟ عن شو هيدا التعويض؟ ما بعرف. أنا بحب المسؤولين يسمعوا نحن عم نجتمع بوظائف. طيب هل بتأكد سيد فرجلة، هل بتأكد على وجود نسبة عالية من الأمراض يعني عم يصاب فيها أهالي البلدة، أهالي شكة؟ نحن من مدي. نعم. طلبنا منظمة الصحة العالمية وطلبنا منهم يعطونا التقرير بعد عذاب وشغل وساعدناهم، يا للأسف ما عطيونا أي تقرير منظمة الصحة العالمية. ليش؟ ومن مدة شهرين قدمت كتاب الوزير الصناعة إنه يا معالي الوزير تفضل كنا باجتماع بهالمواضيع إنه نحن كتبت منظمة الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية ما جاوبتنا، ولحد هلا صرنا نعم. أكثر من 20 و30 سنة نشتغل على الموضوع، ما أجينا شيء رسمي إنه هالأمور بتسبب أمراض سرطانية أو غيرها، إنما ما عنا مشاكل؟ لا عنا مشاكل، وعنا أمور كثير صعبة، نتمنى على الدولة تسمع صوتي وتطبق لنا الـ 14 بند اللي نحن مطالبين فيهم وموجودين بكل لحتى نحط لحتى نحط النقط على حروف بعلم وخبر. سميلنا بكل صراحة وبكل جرأة لو سمحت، مين داعم أصحاب هيدي الشركات وشركة التراب الوطنية؟ مين داعمهم؟ مين داعمهم يعني؟ هل مدعومين من وين؟ تقلك شغلي ما عنا هالعلاقة هيدي، نعرف بالخفية شو فيه، شو بالخفية؟ مين أصحابهم؟ مين داعمهم؟ ليش تبدأ دعم؟ لما في دولة، لما في قانون طيب يدعم صح. يعني عن جد شيء بيأثر انه يكون في صرخه من هالنوع، في مطالب ممكن انه تتنفذ، يعني ممكن انه تتزبط وما حدا بيلتفت لا للناس ولا لصحه الناس. شكرا لك رئيس بلديه شكه فرجلة الكفوري، حنتابع اكيد معك هالقضيه بعلم وخبر. وتحيه لاهالي شكه اللي يمكن حابسين غصة بقلبهم وضعهم، هيدا الوضع اللي عبروا عنه بهالتقرير وعم بكافحوا
سلطة المال والتلوث، ومن يدعم المال والتلوث اللي عنا معلومات يمكن ما بعرف أن نتأكد منها قبل كشفة عن مراجع يعني روحية ومراجع سياسية كبرى داعمة ومستفيدة، ونحن بنتأسف أنه مراجع روحية كبرى مستفيدة. سيد عبد الله، قضيتكم كمان مثل قضية شكا، أنا كمان بدي أشكرك على أمل كمان متابعة هيدي القضية. فاصل إعلان ومنتابع حلقتنا اللي بعد فيها مواضيع عن ترونه.